كان اختبار يوم الخميس. الوضع ذاكرة مشكلة، انه اي احد في كلية الطب ما اعتقد انه الزنقة اللي تيجي هذه. السلام عليكم يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ انا حاليا في زنقة ما يعلم بها الا ربي، فعشان كذا انا انسان من النوعية اذا وصلت لمرحلة الزنقة هذه اكون اطفش كثير، فالطفش اكثر يعني اوصل لمرحلة اني ازهق، يعني ابي اشارك اي شيء، ابي اسوي اي شيء. فباخذكم معي وراح يكون يوميات طالب طب في فترة اختبارات. أيوة يا جماعة الخير، أنا من النوعية اللي ما أقدر أذاكر بمكان متواصل، لازم يكون في بريك. بروح أسوي يا جماعة الخير شاي أو قهوة، ما أقدر، لازم يكون في أي عقاقير، لازم يكون في أي شيء أحطه في مخي. جبت مايك، بس اكتشفت ان المايك هذا ما يصلح نهائيا للفلوقات اللي اقدر اسويها، زي يوميات طالب طب وفلوقات برا مع العيال، مع اي شيء. ما اقدر اسوي هذه الفلوقات مع هذا المايك، لانه المايك هذا اكتشفت انه هذا المايك يعني يفضل، او انه هو اساسا كتسجيلات مقاطع شرح زي القدرات التحصيلي اي شيء. هذا المايك مناسب له، فان شاء الله باذن الله اي فلوقات حتكون شرح ان شاء الله باذن الله حستخدم معكم هذا المايك. فما ما يعني انا جربته ترايت صراحه جميل جدا، ان شاء الله يكون في فيديوهات شرح كثير احسن يعني عشان الصوت. اعتذر لانه الصوت المره الماضيه كان المقاطع اللي فاتت كان الصوت فيها مو كويس. يا جماعة الخير والله العظيم التطبيق اللي منتج منه مو كويس، عشان كذا غيرت التطبيق اليوم، غيرت التطبيق ومنتجت من تطبيق ثاني دون ذكر أسامي. إيه شوف 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 وخر الله، هذا ما أدري، أحس إنه مو مناسب. أوكي سوي يا جماعة الخير، أبرد على سؤال مهم جدا لي. في سؤال جاني يا جماعة بالتعليقات، أشوفه واضح قدامكم، كان يقول لي إنه زي ما أنتم شايفين التعليق، أحب أجاوب على هذا التعليق يا جماعة الخير. فكرة اللغة الإنجليزية إن هل هي عائق في كلية الطب أو لا؟ خذ منها قاعدة، طبعا المصطلحات الطبية مو هتكون باللغة الإنجليزية، غالبا راح تكون باللاتيني، فأنت هتترجم اللاتيني للإنجليزي أو تترجم اللاتيني للعربي على طول مباشرة، فبالتالي أنت ما هتحتاج اللغة الإنجليزية، يعني ما هتكون لازم 100% لغة إنجليزية عشان تدخل كلية الطب. على الأقل اتعلم اللغة الإنجليزية، ادرس المصطلحات الطبية والمعاني الطبية وكورس طبي قصير، خذه كذا مجانا من قنوات اليوتيوب، تقدر انك تاخذ منه ويعني راح تستفيد. انا يا جماعه الخير لما جيت ادخل كليه الطب ما كنت يعني 100% بالانجليزي، لكن يا جماعه الخير حاب اقول لكم انكم لازم تستغلوا اجازتكم. يعني انتم الان خلصتوا الثالث ثانوي، فتره الثالث ثانوي هذه قبل لا تدخل الجامعه راح يكون في تقريبا 3 4 شهور، هذه الفتره استغل فيها اتعلم فيها، اذا انت طامح انك تدخل كليه طبيه اتعلم فيها كورس من معاني الطبية أو المصطلحات الطبية training of the medicine. بشرك بإذن الله من توفيق الله وتعبك إنك هتكون كويس في الطب، ولكن يا جماعة الخير كل مجتهد نصيب، فاجتهد على نفسك يا عزيزي. يا جماعة الخير باقي ربع ساعة ويأذن الفجر، فأوكي صايمين ترى. صباحكم الله بالخير يا أهل الخير. هنا تقريبا الساعة 10 الصبح، كيف تصحى الصبح أنت في رمضان وكذا؟ كان في محاضرات، كان عندي محاضرة الصباح أونلاين، فألزمت إني أصحى الصبح. الحين بيأذن، شوف 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 المشروب، شوف شوف المشروب يا إلهي. يا ابني اهدى يا ابني. جماعة الخير باقي 3 دقايق يأذن. أنت مين ما يعرف رامز؟
اوكي يا جماعة، الحين راح نسوي شاي قهوة أي شيء. واحد برمضان بعد فطور نوم، بعد سحور نوم، بعد الفطور لين السحور هذه حرفيا وقت نوم. يعني بعد الفطور صلاة التراويح نصليها نرجع ننام، لازم ننام. ما أدري الواحد بينام، مع إني والله العظيم أنام كثير بس لازم الواحد ينام. حطه فين؟ أيوه. أنا جماعة الخير اللاب فصل خلاص، طفش مني، قال ترى أنا طفشت منك، ف 100 أيوه فلازم أشحنه، فهأشحنه وهرجع إن شاء الله معكم. أوكي جماعة الخير، هنا نكون نهاية فلوق اليوم. أتوقع إنه خلاص كذا الفلوق انتهى، لأنه اليوم انتهى خلاص. فالآن الساعة، الآن الساعة 3:30 والفجر عندنا يأذن 4:30، فما باقي إلا الساعة بالضبط، فنلحق نسوي سحور وناكل على طول عشان نشرب بعد موي، عشان ننزل نصلي صلاة الفجر وتقبل من الله صيامنا وقيامنا وصلاتنا، بعدين نرجع نام خلاص. بعد الفجر الساعة تكون 5 ولا ننام، بعدين نصحى الساعة 9 الصبح حق دوام بعدين. أما يا جماعة الخير، يعطيكم ألف عافية على المشاهدة، إن شاء الله بإذن الله يعجبكم الفلوق. هذا تقريبا الفلوق الوحيد اللي عجبني أنا، أنا عجبني الفلوق، يعني أنا عجبني الفلوق. إن شاء الله يعجبكم أنتم كمان الفلوق. فبس أنا أصلا نايم على نفسي، شكلي بنام وبسحب بلا سحور ولا أي شيء. فالسلام عليكم.